حكومة صلاح الدين المحلية تحدد توقيتات جديدة لتنفيذ المشاريع في بلد، وترفع التأهب لمنع انتقال الحمى النصفية عبر السندية. العاصفة الترابية تجبر أكثر من 200 مواطن على ملازمة المستشفيات واستعدادات إضافية للقادم من الأيام. مرشح التسوية لرئاسة الجمهورية إلى الواجهة السياسية، والتفاهم الكردي يضع البيت الشيعي أمام تحديات أخرى. تشكيل الحكومة المقبلة بين التمديد والتأجيل ومشاورات الوقت الإضافي الأخير تفرض تنازلات لتوديع الانسداد.